السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صف الرابع، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. إحنا الدرس الماضي شرحنا عن الضرب والقسمة، وأخذنا الضرب بالصورة الأفقية والضرب بالصورة العمودية. أرجح وأقول حفظ جدول الضرب، حفظ جدول الضرب. ماما ركزوا على الحفظ حتى تقدرون تحلوا. وأخذنا القسمة الطويلة والقسمة الأفقية. اليوم قلنا قابلية القسمة على 2 3 5 10. هذا الموضوع كلش راح يفيدنا بصف السادس إن شاء الله بالتحليل. زين، قبل ما نريد نعرف شلون نقسم على 2 و 3 و 5 لازم نعرف ما معنى العدد الزوجي. العدد الزوجي هو العدد الذي يكون آحاده زوجي، اللي هو 0 2 4 6 8. يعني إذا أشوف عدد قدامي بس أضاوع على الآحاد، إذا كانت من هذه الأعداد إذا هو العدد زوجي. وهذا مثل ما تشوفون مثلا بالمرور، من يباوع على قطعة اللوحة، اللوحة مال السيارة، العدد كبير. شلون أعرف هو هذا زوجي لو فردي؟ قبل أضاوع على الآحاد. إذا هذه لازم تنحفظ حتى أعرف هذا زوجي أم فردي. نجي على العدد الفردي، هو العدد الذي يكون آحاده فردي. ما هم الآحاد الفردي؟ الواحد، الثلاثة، والخمسة، السبعة، والتسعة. هذا أيضا حفظ، هاي الأعداد تنحفظ حتى أقدر أميز ما بين العدد الزوجي وما بين العدد الفردي. زين، نجي هسه على شروط قابلية القسمة على 2 و3 و5 و10. راح ناخذ كل عدد على حدة. أول شيء، يقبل العدد القسمة على 2، إيش وقت يقبل على 2؟ إذا كان آحاده زوجي. زين، هنشوف مثال 918، أضاوع على الآحاد، زوجي لو فردي؟ زوجي. ليش؟ لأنه هذا الآحاد زوجي من ضمن الصفر 2 4 6 8. إذا يقبل القسمة على 2 لأن آحاده عدد زوجي. ثانيا، يقبل العدد القسمة على 3، شو وقت يقبل؟ انتبهوا علي، العدد 3 شو وقت؟ من يكون العدد فردي. شنو الشروط مالته؟ إذا كان مجموع أرقامه 3 أو مضاعفاتها. شنو مضاعفاتها؟ يعني بنواتج ضرب الجدول الثلاثة. تشوفون هم رجعنا على ضرب الجداول. رح ناخذ مثال حتى نفهم هاي النقطة شلون. عندنا 927، هل هي هذا العدد كلي زوجي؟ لا، مو زوجي، هو شنو؟ هو فردي. زين، شلون عرفت فردي؟ من آحاده، الآحاد مالته 7، إذا هو عدد فردي. إيش راح أسوي؟ أجمع هذه الأرقام، يعني أقول 7 زائد 2 زائد 9، جمعوها راح تطلع لنا 18. ال 18 موجودة بنواتج ضرب الثلاثة؟ نعم موجودة. ممكن الناتج هنا يكون 3، ممكن 18، ممكن يكون 15، حسب هذا المجموع الأرقام. إذا موجودة إذا هو العدد يقبل القسمة على 3. هاي لازم تنحفظ، هاي يعني تنحفظ بفهم، يعني أعرف شو وقت القسمة على 2، أعرف شو وقت القسمة على 3، وهسه راح أجي أعرف شو وقت القسمة على 5. يقبل العدد القسمة على 5 إذا كان آحاده 0 أو 5. أجي على المثال، ناخذ هذا 210، آحاده شنو؟ 0. إذا يقبل القسمة على 5 لأن آحاده 0. الآخر، العدد الآخر عندنا مثال 315، العدد هنا شنو هو؟ 5، يعني الرقم في العدد 5. إذا يقبل القسمة على 5 لأن آحاده 5. فهمنا ماما بالنسبة إلى القسمة على 5، إذا كان آحاده 0 أو 5 يقبل على 5. نجي رابعا، يقبل العدد القسمة على 10، شو وقت؟ إذا كان آحاده 0. يعني نجي على المثال 2150، هنا الآحاد، هذا الآحاد 0،
إذا يقبل القسمة على 10 لأن هذا هو صفر. زين هسه نجي عندنا ملاحظات مهمة بالنسبة إلى القابليات القسمة. شنو هي الملاحظات؟ ممكن العدد يقبل القسمة على 2 وعلى 3 في نفس الوقت، يعني في نفس الوقت يقبل على 2 ويقبل على 3. راح آخذ مثال 774، أضعه على الآحاد 4، إذا هو العدد زوجي، إذا معناها شنو؟ راح يقبل القسمة على 2. زين أجي أختبره، يقبل على 3. إذا جمعنا 4 زائدا 7 11 زائدا 7 18، وال 18 موجودة بجدول الثلاثة، يعني من مضاعفات الثلاثة، إذا يقبل العدد القسمة على 3 أيضا. تشوفون هذا قبل على 2 وقبل على 3. ملاحظة الأخرى، ممكن العدد يقبل القسمة على 5 وعلى 10 في نفس الوقت. مثال نجي نشوف هنا الآحاد 0، إذا يقبل القسمة على 5 وكذلك يقبل القسمة على 10. وإذا باوعنا زين عليه هو هذا العدد هو زوجي، لأنه الصفر من الأعداد الزوجية، إذا في نفس الوقت هو يقبل على 2. فانتبه على آحاد العدد وعلى مجموع الأرقام. زين عندنا هسه رقم 3، الملاحظة الأخرى، ممكن العدد يقبل القسمة على 2 وعلى 3 وعلى 5 وعلى 10 معا، يعني كلها في نفس الوقت. هنشوف مثال 3120. نجي أول شيء خلينا نختبره على 2، هو أحد زوجي؟ نعم، إذا يقبل على 2. زين أجي على 3، شلون شروط القابلية القسمة على 3؟ لازم أجمع 0 زائد 2 2، 2 1 حيكون 3، 3 زائد 3 6، و6 هي من مضاعفات الثلاثة موجودة في نواتج ضرب الثلاثة، إذا العدد يقبل القسمة على 3. راح اختبر العدد يقبل على 5، آحاده 0 إذا يقبل على 5، اختبر يقبل على 10، آحاده 0 إذا يقبل على 10، إذا هذا العدد قبل على 2 3 5 وعلى 10. طبعا ملاحظة مهمة، من نقول قابلية القسمة يعني تكون قابلية القسمة بدون باقي، يعني هذا العدد كليته راح يقبل القسمة على 2 بدون باقي، وكذلك على 3 بدون باقي. هنا ينجب الانتباه إلى آحاد العدد ومجموع أرقامه، لأنه بالآحاد العدد راح أعرف إذا يقبل على 2 أو يقبل على 5 أو يقبل على 10، ومجموع أرقامه من يكون يقبل العدد على 3. زين الحل عندنا صفحة 105، 1 2 3 4، وصفحة 106 عندنا 9 10 11 12. أرجع وأقول إنه قابلية القسمة على 2 و3 و5 و10 راح تفيدنا بالصفوف القادمة، طبعاً مو بالصف السادس، إحنا عندنا الخامس، لأنه أنتم صف رابع، راح يفيدنا بالخامس ويفيدنا أيضاً بالسادس، وأيضاً راح يفيدكم بعدين مستقبلاً. فهذه المعلومات مهمة لازم تعرفوها. شكراً.